أنا المسلم أن يتق الله حق الأم كبير جدا، ما دامت أمك حية فادركها قبل أن تبكي الندم على فراقها، لا تفكر في زوجة ولا في أولاد ولا في أصحاب ولا في أحباب أمام الوالدين، فكر أين أنت مما أضعت من أيام خلت وأزمنة مضت طالما ضيعت هذا الحق. ووالله إذا قبرت أو ماتت لبكيت بكاء الندم على كل تفريط وعلى كل تقصير. هذه أمك، قال إلزم رجلها فإن الجنة ثم، ما قال اقضي حوائجها، الله أكبر، إلزم رجلها. الجنة التي من أجلها سالت دماء الشهداء ومن أجلها بحت أصوات العلماء تعليما وتذكيرا من أجل الجنة، إلزم رجلها. الله أكبر،